بعد ما قضينا يوم جميل أنا وأخويا وإحنا راجعين من إفران، اتعرضنا لموقف يا جماعة موقف غريب الشكل. خليكم معانا عشان تعرفوا القصة كم. وإحنا ماشيين حبيت نختصر الطريق وقلت له آجي تعال نخش من طريق معين بعرفه أنا يودينا على مدينة مكناس ما بين مدينة الحاجب ومدينة مكناس. ودخلنا وهنا وقعت لنا مشكلة في الطوموبيل. إحنا عندنا العداد بتاع المازوت مش شغال، فكانت المشكلة إن المازوت خلص والعربية وقفت تماما، ولكن وقفت في مكان مقطوع، لا في حد يمينك ولا شمالك ولا على مد البصر، كلها أراضي زراعية وأبعد بيت بعيد جدا عن عينينا، وما نقدرش نخلي العربية بوحدها أو نروح نجيب مازوت للطوموبيل. فقلنا هنعمل ايه هنعمل ايه، نستنى اي عربية معدية ونشوف نقول لها باش نروح نجيب معاها مازوت او حاجة. واحنا واقفين اذا باتنين جايين علينا وقفوا عند السيارة وقالوا لنا في حاجة في مشكل كاين مشكل. فقلنا لهم المازوت خلص معانا. فأول ما سمعوا اللهجة بتاعتنا ان احنا مش مغاربة ان احنا مصريين حلفوا بالله لنروح معاهم على الدار. طبعا الدار بعيدة وهنسيب العربية بوحدها، قالوا لنا عادي مفيش مشكلة. رحنا مشي معاهم بعد ما حلفوا أقسموا علينا، ولقيناهم مقدم لنا الأكل ده، أكل عبارة عن طاجين كفتة بالمطيشة بالربيع وأتاي وعنب وخبز وحاجة سبحان الله كرم غريب، كرم مش غريب على المغاربة أبدا الكرم، ولكن ما توقعناش الصراحة حاجة زي كده. ولما سمعوا لهجتنا وعرفوا ان احنا مصريين تمسكوا ان احنا نروح معاهم وناكل معاهم لقمة ونشرب أتاي مغربي اللي هو بجد أيقونة في أي بلاصة تروحها، ده كرم المغاربة يا جماعة. وبعد ما خلصنا خدونا بالطوموبيل بتاعهم، راحوا جابولنا مازوت وحطناه في الطوموبيل وكملنا طريقنا عادي جدا إلى أن وصلنا إلى مدينة مكناس العاصمة الإسماعيلية. ولكن الغريب في الموقف هو الرهبة اللي كانت عندنا اللي تحولت إلى سكينة وأمان. وإحنا في طريقنا من كتر اللي مش متخيلين اللي حصل عدينا على سيارة ديال القهوة، شربنا 2 قهوة وبعدين روحنا على البيت. كان موقف جميل جدا من عم حسين وعم علي اللي كرمونا بجد بجد، ناس المغاربة دول يا جماعة فوق الخيال، تبارك الله عليكم وديما مغربي.